شوبينج صار أهياً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد إن كان بالوجه، الحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع، على عكس آلة إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بضاين مدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر صار فيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى جروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات أداية الشعر بتسببون. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب $32 رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالات التجميل. تصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن ب $32 بس فري دليفري وما كنتوا بلبنان. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، أوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبيخطوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا. بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير، وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه $60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. كتير منتعذب تنعمل براشينج، مع ستايلر برو صارت شغلة كتير هينة. ستايلر برو مزودة بفرشية وسيلاندر بيبرم ليسهل علينا عملية التمليس. في 3 درجات حرارة منحطها حسب الحرارة يلي منرتاح فيها وحسب سماكة شعرنا أكيد. بوقت قصير منقدر نعمل براشينج، وأهم شيء إنه فينا نعمله لحالنا من دون أي مساعدة. ما بقى في زوم نتنقل ونروح على صالونات التجميل، وبيجي مع ستايلر برو مشط وساك لنضبه وناخده معنا محل ما بدنا. ستايلر برو فيكن تحصلوا عليه ب $48 بس، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. هوس برو نربيش للمي لونه أسود، بس اللي بيميزه عن غيره إنه صغير الحجم، خفيف الوزن ومعمول من مادة مطاطية بتخليه يمتد على ضغط المي، يعني مجرد ما تنفتح الحنفية المي بتفوت على النربيش ليمتد وياخد حجمه الطبيعي. هوس برو له عدة استعمالات، فيكن تستعمله لرش الجنينة، لغسيل السيارات، لتنظيف البيت، البلكون والشبابيك. مثل ما شايفين مجهز بمرشة لاستعمال أهين مكفول لمدة سنة. باختصار هوس برو خفيف الوزن، كتير براكتيكال وصغير، فينا نضبه وين ما كان بلا ما ياخد محل، وسعره بس $32، ومثل ما ذكرت مكفول عمدة سنة. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل عندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $34 وللدوبل فيتراج ب $70، والأهم إنه مكفول لمدة سنتين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية وين ما كنتوا بلبنان. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل.
شو اورجنايزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كثير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهره برات الخزانه لانه حجمها براكتيكال ومرتب، ولانه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 او 3 شو اورجنايزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا كل ما تشتروا 2 شو اورجنايزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. بتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفه اضافيه. اغلب الاوقات بنتنقل بالبيت من المرايه للثانيه تنقدر نستعمل المرايه اللي بتكون مضوايه وبتفرجينا صورتنا بوضوح. مع لاد ميرور انحلت هالمشكله. لاد ميرور هي مرايه بتضوي وبتفرجينا تفاصيل وجهنا بوضوح لانها بتضوي كلها على الداير، وبصير فينا نعمل يلي بدنا اياه من مكياج وتجميل. لاد ميرور بتدور على التاتش، وفي معها ستاند لتسهيل عمليه التثبيت، وفي محل تنحط فيها ادوات التجميل. هالمرايه فينا نعليها ونوطيها حسب رياحتنا، سهله الحمل وفينا ناخذها معنا وين ما بدنا، ومزوده اكيد بلمبات ليد ودمر تنقدر نقوي ونخفف الضوء حسب رياحه النظر. ليد ميرور فيكم تحصلوا عليها ب 30 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.